Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to talk about derivation. Derivation يعني الاشتقاق. لما نيجي نحكي عن derivation إذا إشي ما إله علاقة، لا إحنا بنحكي فيه عن الجرامر، ما إله علاقة في الجرامر نهائيا، ولا إله علاقة حتى في معنى الكلمة. إحنا بنحكي عن derivation، اشتقاق، اشتقاق الكلمات من كلمات أخرى. وإحنا بنيجي نحكي قواعد derivation، قواعد اشتقاق. فإذا هاي القواعد تطبق على بنية الجملة لا على معناها ولا على الجرامر تبعتها. derivation إشي بتعلق فيه الناون اللي رح نبدأ فيه، والverb والadjective والadverb. إذا noun verb adjective adverb، والأربعة هذول هم مكونات الderivation اللي إحنا بنحكي عنهم. إيش اللي بدي إياه منهم؟ أنا لما أحكي لك إني أنا بدي أعرف derivation تبع أي جملة، أنا بدي أشوف أي الكلمة بدها تنحط، يعني إيش الاشتقاق تبع الكلمة. فإذا أنا بدي أكون عارفة قواعد الاشتقاق تبعون كل واحدة من الكلمات اللي حكينا عنهم. بدي أعرف قواعد الاشتقاق تبعون الناون الاسم، بدي أعرف تبعون الفيرب والأدجكتيف والأدفيرب. إذا كنت أنا متقن هاي القواعد عادي بطبقها كقاعدة وبطبقها على الجملة فتزبط معي الاشتقاق. في عنا رح نعرف قواعد الاشتقاق تبعون كل واحدة فيهم، يعني احنا رح نبلش في الناون مثلا رح نعرف قواعد الاشتقاق تبعونه. لكن كمان شغلة ثانية، مع انه يعني كلمات الاشتقاق حفظ عندكم، لكن هدول النهايات كثير بتساعدكم. يعني انا عندي لازم اكون عارف، مثلا احنا رح نحكي عن قواعد الاشتقاق تبعون الاسم، بالمقابل كمان لازم اكون عارف النهايات تبعون الاسم. يعني لما اشوف اشي اخره ايج I O N مثلا شين وجين، بعرف إنها تلقائيا إنها ناون. لما يكون عندي مثلا ثلاث خيارات أو أربع خيارات بكون عارف أي واحدة فيهم ناون. أنا ضروري أعرف قواعد الاسم، إنه هون مثلا في الفراغات بدي اسم، يعني بس برضه النهايات بتساعدني كثير أعرف إنه هاي اسم. يعني الإشي اللي آخره أنس أو إنس مثلا دوم إي إي دبل إس إزم إي آر أو آر نس T-Y, I-T-Y, Mentored, U-R-E, I-S-T, I-A-N، هدول كلياتهم نهايات بتساعدني إني أعرف إنه الكلمة اللي عندي هاي noun. أول ما أشوف مثلا discussion من الشن هاي بعرف إنها noun، أول ما أشوف appearance من الأنس هاي بعرف إنها noun. أوكي، هاي شغلة معرفة الكلمات نفسها إنه هاي الكلمة noun. ماشي. طيب أنا بدي أشوف الجملة إنه هل الجملة بدها ناون ولا فيرب ولا أدجكتيف ولا أدفيرب. خلينا نبلش في قواعد الاسم ونركز فيها مظبوط. إذا أنت أتقنتي هاي القواعد بتعرف تلقائيا إيش الكلمة اللي بدي إياها، derivational word. هسا أول شغلة بدي أعرف إنه we use the noun as a subject or an object، إحنا بنستخدمه كفاعل أو مفعول به. يعني إيش يعني فاعل؟ فاعل يعني إنه بكون قبل الفعل بداية الكلام، هيك يعني فاعل. هي أنا عندي هون المين فيرب في هاي الجملة، فإذا وين الناون بده يكون قبليها. فإذا لما أجي أحكيك أجنيريتر تلقائيا بدك تعرفي إنها ناون. ممكن كثير شغلات بتساعدك، ماشي هي قبل الفعل ولازم إنه يكون عندي سبجكت في الجملة، فهذا السبجكت ناون. شغلة ثانية رح نحكي عن المحددات شوية. كمان as an object، an object يعني بده تكون بعد الفعل في نهاية الجملة. أنا عندي هنا يعني مثلا جملة زي هيك طويلة، بعد الكوما عندي كمان جملة، أنا بدي الجملة اللي فيها الفراغ اللي احنا بنحكي عنه. مثلا أجعكيك you are a journalist، هسا are هي main verb، you subject are main verb، فإذا journalist object، الobject عادة بيكون عندي noun. أوكي، فإذا هي إما subject أو بدها تكون object. كمان احنا بنحكي عن استخدام الناون بكون عندك after an adjective بعد الصفة. عادة احنا بنقرن الاسم بالصفة لانها الصفة هاي بتكون صفة هذا الاسم، فوين موقعها؟ الصفة دايما اول اشي بعدين الاسم، دايما بدك تحفظي adjective plus noun. يعني look at this example. Healthy aquatic ecosystems are vital to high quality of life. لو جينا طلعنا وكانت هاي ecosystems كانت، لو كانت هي الفراغ مثلا، كيف بدي أعرف إنها noun؟ باجي بطلع are main verb صح؟ فاللي قبلها بدي يكون subject فاعل. subject هون ما تكون من كلمة واحدة، تكون عندي من ثلاث كلمات. فعندك الكلمة هاي اللي بدي إياها رح أعرف إنها noun. ليش؟ لأنه اللي قبليها إجا adjective healthy adjective،
aquatic adjective وبعدها كنون. فدائما إذا تعددت الكلمات آخر كلمة هي بتكون نون واللي قبلها adjective. أوكي؟ An effective wastewater infrastructure is important to our health. نفس الإشي is main verb. فإذا اللي قبليها أنا عندي هنا infrastructure لو كانت هي noun لو كانت هي الفراغ فأنا بعرف إنها noun. لو أجينا طلعنا قبليها an effective adjective wastewater infrastructure هاي noun. لعند هنا اللي بدنا نعرفه نقطتين رئيسيات، إنه أنا عندي الناون إما subject أو object. شغلة ثانية إنه ممكن الناون يجي بعد صفة، إذا أول إشي adjective بعدين noun، وانتبهي مش noun بعدين adjective، أول إشي الصفة بعد هيك الناون. أوكي؟ أو بعد هيك اللي كثير بدنا نعرفه مهم اللي هي محددات الاسم، واللي بركزوا عليها أصلا في امتحانات الوزارة. محددات الاسم، أول محددة الاسم اللي هي الارتيكلز، الارتيكلز a and the، الثلاثة هذول محددات اسم. لما أجي أحكي لك محدد اسم، شو يعني محدد اسم؟ محدد اسم وجودها يعني لازم اسم. أوكي؟ هسا look at this example. أول محددات اسم إذا حكينا number one اللي هي a and the. Read the contents before buying the book. لو إجيت حكيت لك هاي فراغ the book، إذا محدد اسم وراها كلمة واحدة فإذا أكيد نعم. نوقف ونحكي شغلة جدا مهمة هنا. أنا ماشي عندي ذا محدد اسم، إذا أجت كلمة واحدة فإذا هي noun، لكن إذا إجوا كلمتين نرجع لقاعدتنا هاي إنه بتكون الأولى adjective والثانية noun. يعني ممكن أجي أحكي لك ذا beneficial book، ممكن تكون عندي beneficial بالنص، beneficial adjective بتكون وبعديها noun. أوكي؟ إذا محدد الاسم لازم وراء اسم كلمة واحدة، إذا إجا وراء كلمتين بتكون adjective noun صفة بعدين الاسم، اسم دائما آخر إشي. Look at this example. The sun is a renewable source of energy. نفس الإشي أنا لو كانت هاي source عندي بدي أعرفها شو هي. بتطلع دائما تطلعي درجة واحدة قبل الاسم. عرفتي الكلمة؟ عرفتي ما عرفتيش كمان درجة عشان تعرفي إشي يحدد لك. أنا عندي هون بفترض إنه كلمة renewable ما بتعرفي معناها، ما بتعرفي إنها adjective مثلا. الأ محدد اسم، أوكي؟ عندي كلمة كلمتين. الأف محدد اسم، بدي إياك تضيفي هالقاعدة عندك كمان. إيش هي؟ إنه أنا عندي لما يكون محددين اسم، الأ محدد اسم زي ما شفنا من الارتيكلز، الأف رح نشوفه أخرى شوية في عندي من محددات الاسم لpropositions حروف الجر. فإذا أنا بين محددين اسم، محددين الاسم إذا إجت كلمة واحدة بينهم فهي noun، إذا إجوا كلمتين adjective noun. أوكي؟ فبدون ما تعرف المعنى ما دام هاي محدد اسم هاي محدد اسم عندي كلمتين فإذا أكيد renewable adjective وأكيد source اللي هي noun. أوكي؟ رح أحكي لك معلومة كمان آخر إشي لما نجي بعد ما نحكي عن المحددات كمان كثير مهمة، إنه أنا مرات ما بيكون عندي adjective noun، مرات بيكون noun noun، وهي كمان اسمها compound noun عادي ما في عنا مشكلة. المهم الكلمة الثانية دائما noun، ماشي الحال، وبين محددين الاسم دائما اسم، إجا كلمتين بيكون adjective noun. number two من محددات الاسم demonstratives. demonstratives أسماء الإشارة اللي هم this that these those، أسماء الإشارة من محددات الاسم. إذا إجوا وإجا وراهم كلمة فإذا أكيد بدها تكون noun. يعني لما أجي أحكي كونا get rid of this involvement، this محدد اسم involvement noun. هون that situation كمان نفس الإشي noun، وممكن يجي عندنا كمان adjective noun وراهم. المهم إنهم محددات اسم، محدد اسم لازم معها اسم، ماسك باسم، إذا بفصل بينهم إشي بكون adjective. أوكي؟ ممكن نيجي نحكي نقطة مهمة كمان، إنه مرات إنه this بتيجي نفسها adjective، بتيجي نفسها subject. لما أجي أحكي لك this is my book فthis كانت subject، لكن إحنا بنحكي عن this اللي وراها noun، اللي وراها كلمة. أوكي؟ فإذا this is this involvement، فإذا this محدد اسم involvement noun. number three الجزء الثالث من محددات الاسم اللي هي prepositions. بيجي الاسم بعد حروف الجر. prepositions حتى بالعربي احنا بنحكي حرف جر
اسم مجرور. كمان نفس الإشي بالإنجليش preposition prepositional noun. هسا ال prepositions بدك تعرفيهم تكوني عارفة شو هن حروف الجر. of من أهم حروف الجر وكثير بتيجي بالوزارة. for with from to تو بدك تحكي لي مرات بيجي وراها verb. إذا إجا وراها verb بيكون infinitive verb، لكن هي تو هون كمان حرف جر. at in on under through between among above behind in front of next to with without beside مثلا above حكيناها. هدول كلياتهم nouns لما هدول كلياتهم prepositions لما يكونوا موجودين لازم وراهم noun. okay look at this example. You should revise well for your exams. For محدد اسم، فكانت عندي، وحتى لو راح تشوفيها سيور انها كمان محدد اسم، فاكيد exams noun. curiosity leads to loneliness. هنا lead to عادة بيجي وراها noun، طبعا to هنا preposition فوراها noun. it's difficult to imagine life without electricity. without preposition فاذا اكيد هنا noun. كمان النوع الرابع من محددات الاسم اللي هي pronouns of possession and apostrophe s اللي هي ضمائر الملكية واس الملكية. ضمائر الملكية هاي اللي احنا بنحكي عنها هسه مش كل الضمائر وراهم اسم طبعا، ضمير لحاله بيقدر يجي subject، لحاله بيقدر يجي object. لما اجي احكي لك اي subject لحالها، لما اجي احكي لك مي اوبجكت لحالها خلص يعني بتيجي في موقف الموقع تماما لحالها مش بحاجه لاسم. لكن ضمائر صفات الملكيه ما بتيجي الا مع اسم، هاي هي الضمائر الوحيده اللي بتيجي مع اسم. his her its their your our my، هدول الضمائر لازم يجي وراها اسم. اوكي ما دام لازم يجي وراها اسم فاذا هي محددات اسم. في عندنا apostrophe s اس الملكيه، سواء الفاصله بعد الاس او قبل الاس. اذا كانت الاس موجوده بالجمله اصليه او كانت اس الجمع بكون فاصله بعد الاس. اذا كان ما في اس عندنا بالكلمه، اذا كان ما فيها اصلا اس او فيها اس الجمع بكون بعديها الفاصله. اما اذا كانت الكلمه ما فيها اس فبتكون الفاصله قبلها. وعلى كلا الحالتين احنا بنحكي عنهم ابوستروفي اس، اس الملكيه. اس الملكيه محدد للاسم، فما بالك لو حكيت لك اس الملكيه كمان تيجي بين اسمين، يعني قبليها اسم وبعديها اسم. اوكي look at this example. 96% of the country's energy comes from oil and natural gas. لاحظي country's energy ما دام شفتي لي الابوستروفي اس فاذا اكيد noun وراها ماشي. وانتبهي كمان انه country كمان noun، انه ابوستروفي اس فاللي قبليها واللي بعديها nouns. country's energy فهذول الثنتين nouns. بدك تيجي تحكي لي ما دام نحكي عن الابوستروفي اس وانها محدد اسم ممكن يجي الادجكتيف قبل؟ طبعا ممكن عادي، كل محددات الاسم هم الاصل لازم يكون وراهم اسم ماشي، لكن ممكن تيجي الصفه وتفصل بالنص. our well being and sanitation counts upon a supply of water. our اللي هي ضمير ملكيه، ما دام ضمير ملكيه فاذا اكيد وراء بده يكون عندي noun. our well-being، well-being إذا noun. كمان number five النوع الخامس من محددات الاسم اللي هي quantifiers. quantifiers محددات كمية، محددات الكمية هاي وراهم noun. هسا any، some، all، many، no، none، other، another، a lot of، few، a few، little، a little. كمان كل النمبرز، كل الأرقام 1 2 3، كل الأرقام كمان هذول بنحكي عنهم quantifiers محددات كمية. محددات الكمية هذولا محددات اسم، شو يعني الأصل وراهم اسم. أوكي ممكن بكل أريحية الصفة تفصل بالنص بينهم، لكن إذا كانت كلمة واحدة بتكون noun. هي هون عندك other benefits، other محدد اسم فإذا benefits كمان اسم. some inscriptions، لاحظتي some inscriptions some محدد اسم فإذا وراها noun. انتبهتي لشغلي بالجملة هون لما اجيت حكيت لك other benefits to society كانت to هون preposition حرف جر، فother محدد اسم وto محدد اسم فاذا بالنص 100% اسم. some محدد اسم وin محدد اسم فاذا inscriptions اكيد noun بالنص بين محددين الاسم لازم يكون عندك اسم. ملاحظة جدا مهمة، اخر ملاحظة
we have a noun, we can see the noun after another noun. بعد اسم ثاني شو يعني؟ في عندي إشي اسمه compound noun، اسم مركب. الاسم مركب بيجوا اسمين ورا بعض، يعني انت بتكوني عارفة انه لا هذا الموقع انا لا ما بدي يكون عندي اسم، بدي يكون عندي adjective فيه. مثلا the extraction process of، يلا نطبق اللي بدي احكي لك اياه على هذا المثال. انت بتعرفي the محدد اسم، اوكي بتيجي بتحكي خليني امشي بالجملة لحد ما اشوف اشي ثاني يساعدني. of محدد اسم، بين محددين الاسم لازم كلمة واحدة noun، ماشي؟ لا هم ما اجوا كلمة، اجوا كلمتين. شو اتفقنا لما يكون كلمتين؟ بتكون الاولى adjective والثانية noun، ماشي الحال؟ لكن هنا اجت extraction noun و process noun. فاذا في عندي قاعدة بتحكي لك ممكن يكون مكان ال adjective noun، يعني صير عندي compound noun مش adjective noun، ماشي؟ وهي قاعدة صحيحة جدا the extraction process. فانت بتطلعي في الخيارات مرات بتكون بيكون بده هاي، انت عارف القاعدة انه انا عندي adjective noun، انا متأكدة انه الكلمة الثانية noun، فاللي قبليها لازم adjective صح؟ فما بيكون بالخيارات adjective، بيكون noun ثاني اسم ثاني، فهو بيكون الخيار. عرفتي؟ oil shale rock has been found in Jordan، نفس الاشي oil shale rock، يعني انا عندي هون noun oil shale rock، هاي noun وهي noun، ما كان عندي adjective noun، ماشي؟ إذا اتفقنا إننا نعرف قواعد استخدام الناون، محددات الناون، محددات الاسم لازم تكون حافظيتهم، وكمان عندك تعرفي إنه مرات بيجي عندي ناون وناون، أوكي؟ وهدول النهايات لازم تكوني عارفيتهم بالنسبة للناون، هاي اللي بدنا إياها بالنسبة للناون. نشوف إشي ثاني اللي هي الأدجكتيف. الأدجكتيف الصفة وين بدها تكون؟ أول إشي قبل شوي حكيناها اللي هي الادجكتيف، وين موقعها بالنسبة للاسم؟ قبل الاسم أول إشي adjective بعدين noun. فإذا أول شغلة أول مكان للصفة before a noun، قبل الاسم. For example chocolate is the most desirable product all over the world. فأنا لو إجيت حكيت لك the most، يمكن the most لما تشوفيها تعرفي إنه adjective. كمان شغلة ثانية إنه the most desirable product، إجوا كلمتين بعد the most إذا إن adjective noun، أوكي؟ we are going to have an endless friendship. نيجي نحكي عن هاي an محدد اسم، مش الأصل وراء كلمتين الأولى adjective والثانية noun، فإذا endless adjective وعندك friendship noun. another use، استخدام ثاني لل adjective اللي هي تستخدم الصفة بعد أفعال به. يعني شو؟ بيكون عندي واحد من أفعال بي مع دي أدجكتف. كيف؟ لازم تكون الجملة مبنية هنا على الثلاث عناصر اللي هي بدي يكون عندي سبجكت، واحد من أفعال بي، ساعتها إذا ما كان محدد اسم بتكون عندك أدجكتف. إذا اتفقنا سبجكت واحد من أفعال بي، إذا ما كان عندي محدد اسم بيكون أدجكتف. شو يعني أفعال بي بالأول؟ is are am was where، ممكن been can be، أي واحد من أفعال بي. look at this example basketball isn't as popular as football. يمكن هنا أنت عندك is واحد من أفعال بي، فالأصل إنه وراها adjective أصلاً، أنت كانت عندك as هنا من، يعني لما تشوفيهم تعرفي إنها adjective تلقائياً، يعني هذا مثال واضح لحاله. they are sure to be successful، كمان هنا كانت عندك sure to be، فإذا كانت عندك هنا وراها adjective، لكن قاعدتنا زي هاي he is happy. لما أجي أحكي لك أنا عندي الجملة مكونة من ثلاث عناصر، he subject is واحد من أفعال be، فإذا على طول وراها adjective. هاي هي قاعدتنا، إذا كان عندي subject واحد من أفعال be بيجي وراها adjective. ممكن يكون عندي لو أجيت حكيت لك he is an engineer، لما اجي احكي لك هي subject و is واحد من افعال بي، لكن حطيت لك an، لو كانت عندي an engineer ساعتها بده يكون عندنا noun، an محدد اسم، فاذا engineer noun، لكن بدون محدد فبدها تكون adjective، ماشي؟
هسا في عنا كمان الصفة بتجيني after very so absolutely. هدول very so absolutely هم adverbs بيكونوا موجودين الأصل إنه وراهم adjective، لكن بدك تنتبهي لشغلة رح أشرح لك إياها، بس طلعي لي على الأمثلة. The workers of the factory were so energetic. عندك so بعدها energetic اللي هي adjective and doing their job. نتعمق شوي في دراسة الجملة عشان نشوف يعني إشي أساسي بدي إياه. The workers of the factory كلياتها قبل الفعل الرئيسي، فإذا هاي كلياتها subject. أوكي where واحد من أفعال بي هو كان المين فيرب، لما يكون واحد من أفعال بي هو المين فيرب فبدي أتوقع إنه وراء adjective. أوكي فكانت عندي so طبيعي انها بتيجي قبل الادجكتيف، ما احنا بنحكي واحد من قواعد الادجكتيف انه بنستخدم هذول الكلمات ممكن قبل الادجكتيف، وراها انرجيتك ادجكتيف. طب شو هاي تكمله الجمله ان دوينج ذير جوب؟ ان حرف جر ودوينج ذير جوب اسم مجرور، فاذا كان عندي جار ومجرور بنحكي اذا كان في نهايه الجمله وانا وضع زي هيك انا بعرف شو الفراغ، فبتكون لها محل لها من الاشتقاق لنهايه الجمله اذا كان جار ومجرور. فلا تطلعي علي شفتي حرف جر واسم مجرور خلص ما بتهمني انا هنا كانها مش موجوده. فباجي بحكي لك انا عندي وير هي الفعل الرئيسي، فعل بي، كل اللي قبليها سبجكت، اذا اللي بعديها ادجكتيف، ماشي؟ جار والمجرور كانها مش موجوده. جرش is a very attractive place. نطلع هنا على هذا المثال. جرش subject is main verb. أوكي؟ ما دام main verb باجي بتطلع أنا عندي a very. الأ محدد اسم. very بتكون قبل الadjective وplace noun. حتى لو كأنها إحنا أصلاً الadverb نحكي مرات كأنه مش موجود بالجملة. يعني إنه يعني نحط في الجملة صح وبعطيني معنى. إذا ما انقام من الجملة بتظل هالجملة صحيحة، أوكي؟ فجرش is a very attractive place، فكأنها أنا عندي أه محدد اسم. دائما لما يكون محدد الاسم بدك تعرفي على يقين 100% إنه في عندك اسم، فأكيد اللي هون عندي noun place، فاللي قبلها adjective وvery قبل الadjective. It is absolutely astonished. هسا نفس الوضع، أنا عندي it subject is اللي هي main verb، فإذا absolutely أكيد وراها adjective. لكن زي ما أنت شايف كل الأمثلة قاعدة بتورجيكي إنه subject المين verb واحد من أفعال بي، عندي واحد من هذول very so absolutely وراها adjective، لكن مش دائما بتيجي وراها adjective. look at this example، مش دائما ورا very so absolutely adjective، مرات بكون عندي adverb. نور is very fluent in English. زي ما انت شايفة نور subject is اللي هي main verb، very fluent very اجي وراها adjective، in English جار ومجرور قلت لك ولا كأنها موجودة، فإذا طبيعي وراها adjective. لكن نور speaks English very fluently. very هنا احنا اتفقنا انه وراها adjective، طب ليش very هنا ما اجي وراها adjective اجي وراها adverb؟ ليش؟ لأنه بتطلع على الفعل الرئيسي. إحنا قلنا شرطنا هنا إنه إحنا قاعدين بنحكي عن أفعال بي تكون هي الفعل الرئيسي عشان أحكي لك very و so absolutely وراها adjective. لكن إذا كان عندي action verb يعني فعل عادي غير أفعال بي هو الفعل الرئيسي، بعد very و so absolutely بيجي adverb مش adjective، لأنه بكون هون صفة الفعل. أوكي؟ فبدنا ننتبه حسب إذا كان عندي very و so absolutely، إذا كان فعل بي هو الفعل الرئيسي فوراها adjective، إذا كان action verb فعل أي فعل يعني فعل عادي بعطيني حدث وعندي very فبيجي وراها adverb. كمان الadjective وين بدها تجيني كقاعدة من قواعد الadjective؟ after these verbs بعد هاي الأفعال دائما بيجي عندي adjective. look يبدو، seem يبدو، appear يبدو، sound يبدو، become يصبح، و get يصبح، و feel يشعر. هاي الأفعال وراها adjective. أوكي؟ you become elegant when you wear black. طب لو أجيت حكيت لك very هنا قبل elegant، you become very elegant، ما تيجي تحكي لي become action verb وبعد very بدي أحط adverb. لا، هاي الأفعال من الأكشن verbs وهي هاي الأفعال دائما وراها adjective، ماشي؟ you become elegant أو very elegant.
These memory gains seem enjoyable. بعد seem حطينا adjective. Your suggestion sounds acceptable. يبدو أن اقتراحك مقبول. كمان من استخدامات الصفة كقاعدة يعني روعة وكثير بتتدخل معانا after the adverb بعد الظرف تيجي عندي صفة. كيف؟ هسا أنا عندي you can rely on him he is highly qualified. أنا كان عندي الفراغ هون في جملة ثانية. دائما لا تطلعي على الجملة اللي ما فيها الفراغ. إذا كان عندي جملتين أو ثلاث جمل أو جملة طويلة بس اطلع على الجزئية اللي فيها كلمة الاشتقاق. He subject is main verb. ماشي بدنا نتوقع وراها adjective. أوكي كان عندي كلمتين الأولى دائما adverb والثانية دائما adjective. شفتيها شو هي القاعدة؟ ضروري تكوني عارفيتها. كمان مرة برجع بعيد. إذا كان عندي subject أي subject وكان عندي واحد من أفعال بي هو الفعل الرئيسي مش أنت بدك تتوقع إن وراء adjective زي ما حكينا هون. لكن إجا كلمتين شو الإشي اللي تعدى وأجا قبل الأدجكتف؟ الأدفيرب فقط. ممنوع يجي إشي قبل الأدجكتف إلا الأدفيرب. يعني مش راح تيجي تحكي لي ناون أنا بدي أحط هون. ما بصير أصلا الناون قبل الأدجكتف. أوكي فإذا أدفيرب أدجكتف. She is completely different from the previous one. يلا طلعي لي على هاي الجملة. وكانت different عندي هي اللي أنا بدي أعرف شو هي noun ولا verb ولا adjective. لو كانت هي الفراغ كيف بدي أعرف؟ بطلع she subject is main verb واحد من أفعال be هي main verb. كان عندي كلمتين. ليش أنا قاعد بحكي كلمتين مع إن لسه فيتك من الجملة؟ إنه from حرف جر من عند حرف الجر خلص انتهى الكلام. جر والمجرور لا محل لها من الاشتقاق في آخر الجملة. أوكي فصفت الجملة عندي كلمتين adverb adjective adverb adjective. الإشي الوحيد اللي بسبق الadjective اللي هو الadverb. في عندي ملاحظة عن الadjective. We derive the adjective from the verb by adding ing when we describe a subject or by using the past participle when we describe an object. يعني إحنا مرات بنشتق الصفة من فعل بإضافة الـ ing أو باستخدام الفعل verb 3 منها عادي. يعني إنه عشان تشوفي إنها مقبولة إنها الصفة مرات تشتق بإضافة الـ ing أو مرات تشتق بإنها تكون verb 3. Look at this example. Some school activities are challenging. لو جينا طلعنا على هاي الجملة أنا بهمني يعني إنها adjective. ترى مش أنت اللي راح تشتقي راح يكون الخيارات الإشقاق قدامك بس عشان تعرف إنه في عندي كلمات إشتقاق adjective هيك. هسا are هي الفعل الرئيسي. أوكي فعل بي وكل اللي قبلها subject. ماشي فإذا اللي وراها بدها تكون adjective. for هاي حرف جر فإذا جر المجرور نهاية الجملة لا محل لها من الإشقاق. فإذا subject واحد من أفعال بي فعل رئيسي فإذا هاي adjective. فchallenging إجت adjective مع إنه مرات الـ ing gerund بتكون مصدر اللي هي بتكون عندك noun لكن هون adjective. هسا asking people for money is often embarrassing. نفس الإشي is فعل رئيسي وكل اللي قبلها subject. often هاي من adverbs of frequency من ظروف التكرار. often و sometimes و always frequently هذولا كلياتهم من ظروف التكرار. هذولا ظروف بس يعني بتكون صغيرة ما في مش كلياتهم آخرهم ly. هذولا إحنا بنحكي عنهم الكيوردز تبعون ال present simple. هني هذولا ظروف هي فعليا والظرف إحنا حكينا الأدفرب ممكن يجي قبل الأدجكتيف. ما إحنا هينا حكينا قاعدة ممكن الأدفرب قبل الأدجكتيف. فإز مين فارب وراها أدفرب بعدين إجت أدجكتيف. It was an exciting film. Everybody was amused. نيجي نطلع على الجملة الأولى بالأول لحالها. It subject was main verb. فأنا كان عندي an محدد اسم وراء كلمتين adjective noun. Everybody subject was هي المين فارب فإذا amused adjective. That's it about the adjective. فإذا أتقنتي لهذولا القواعد تلقائيا بدك تعرف الأدجكتيف. ظل إنك تنتبهي للنهايات. أنا بعرف يعني لما يكون عندك أنا عارف مثلا بالقواعد من خلال القواعد هاي
إني أنا بدي أحط adjective، يعني مثلاً كانت عندي هاي these memory games seem enjoyable، فأنا بعد seem بعرف إنه adjective. فمن الخيارات كانت عندي من الخيارات كلمة enjoyable، بعرف إنها enjoyable adjective من النهاية من قبل لآخرها، فنهايات adjective قبل هيك full I see, I see A L I V E less O U S Y able I B L E ent I N G R E D زي ما حكينا الشقاقات. فإذا هذولا النهايات تبعون الأدجكتيف ضروري تكوني عارفيتهم عشان تحددي، يعني بكون عندك أربع خيارات فبكل بساطة بتختاري الخيار المناسب. كمان عندنا الفيرب، نشوف الفيرب كيف بيجي وإيش القواعد تبعون الفيرب. الفيرب الفعل، أساسا كل جملة لازم يكون فيها فعل، يعني ما بصير ولا أي جملة بدون فعل. الجملة اللي بدون فعل جملة خطأ 100%. في عنا أفعال طبعا بيكون عندك البيس فيرب منها، يعني مثلا speak فيرب على طول مبين، play فيرب، study فيرب. لكن في الديريفيشن مرات إلهم نهايات، يعني مش كل الأفعال إلهم نهايات، لو اشتقناهم من كلمة ثانية بصير عندي إلهم نهايات. يعني مثلا هنا الشقاقات الأفعال بسيطة نهاياتها يعني مبينة، لما أجي أحكي لك en لما أشوفها بعرف إنه هذا فعل، يعني زي strengthen اللي هي en اللي هي معناها يطول، هسا أنت يقوي سوري. لما أجي أحكي لك strong قوي، strength قوة، strengthen يقوي، أوكي. short مثلا قصير، shorten يقصر، أوكي. long مثلا طويل، length طول، بينما lengthen يطيل أو يطول. الإي إن بتعطيني verb. I Z E أو I S E زي socialize، organize مثلا. I F Y زي clarify، simplify. A T E مثلا زي translate، necessitate. الإشي الأخره 8 كمان verb. خلينا نشوف قواعد الفعل. أول شغلة كل جملة لازم يكون فيها فعل، والفعل وين بيجي؟ بعد السبجكت. The verb is used after the subject، يستخدم الفعل بعد subject بعد الفاعل. People celebrate، people celebrate زي ما أنت ملاحظة، people subject celebrate verb، وبعديها object كان. Most students subject depend اللي هي الverb depend on، وكملنا الobject. كمان وين بيجيني ممكن الverb؟ after to infinitive بعد التو اللي هي معناها من أجل أو لكي. مثلا drinking water is checked to ensure potable water. فإذا لو إجينا هنا سألنا why is drinking water checked، بكون جواب ليش إحنا بنفحص المياه؟ to ensure لكي أو من أجل، أوكي. فإذا هون معناها لكي أو من أجل، فعشان هيك تو وراها فيرب. شفتي متى بتكون وراها فعل؟ إذا كان معناها من أجل أو لكي. تو أتشيف حتى تحققي أهدافك، just concentrate and challenge فقط ركزي وخلي عندك تحدي. إذا تو أتشيف لكي أو من أجل. Everyone should learn how to manage his life. لما تيجي عندك how بالنص، how to بيجي وراها verb infinitive verb. كمان النوع الرابع من أنواع to هاي I try to study. إذا كان عندي واحد من الأفعال اللي بيجي وراهم to infinitive وأخذتوا هذول الأفعال بالوحدة الأولى، أخذتهم بأول ثانوي ورجعنا عادوا معاكم بالوحدة الأولى، الأفعال اللي وراها to infinitive يعني زي try مثلا، want، be able، هذول الأفعال لازم وراهم to infinitive، فأنت أصلا حافظيتهم هاي الأفعال وبتعرفي إنه وراهم infinitive verb، وراهم to infinitive verb، هاي الأفعال وراها to infinitive. أوكي. After the helping verbs do, does, did, don't, doesn't, didn't. طبعا أفعال do، أفعال دو إحنا يمكن بنحكي عنهم تعبير شوي هيك مش حلو، إحنا بنحكي عنهم غولة. أفعال دو شو يعني؟ تأكل كل إشي مع إيش؟ مع الفعل. فإذا هي محدد فعل تلقائيا، مستحيل يجي فعل من أفعال دو إذا كانت فعل مساعد إلا يجي وراها فيرب.
فهي إذا محدد للفيرب، خاصة لما أجي أحكي لك مثلا for example they didn't benefit. didn't فعل مساعد وراها infinitive verb، verb فإذا بدي verb وراها didn't وراها infinitive verb. does he always activate his car alarm؟ لاحظي أنا عندي does بالسؤال، إحنا عندنا أفعال دو إما بدها تجيكي نيجاتيف أو بدها تكون question. أوكي، إذا كانت نيجاتيف على طول وراها الفيرب، لكن إذا كانت question وراها subject بعدين verb. always هاي زي قبل شوي حكيت لك عنها adverb، عادي الadverb بيجي ممكن بكل بساطة قبل الفيرب. نحكي شوية عن هذول المثالين. they didn't benefit. didn't حكيت لك أنا don't و doesn't و didn't وراهم infinitive verb. بدك تحكي لي ممكن يفوت إشي بينهم؟ ممكن، ممكن الإشي الوحيد اللي مسموح إله يفوت بين محدد الفعل اللي هي أفعال do، قلت لك محدد فعل، وبين الفعل اللي هي الأدفيرب الظرف. زي هنا does he always، هي ظرف always، كل الأدفيربز of frequency ظروف التكرار، هاي ظروف، فهي مسموح إلها تفوت قبل الفعل. الأصل في النيجاتيف يكون عندي don't doesn't didn't فورا فعل، ماشي؟ إذا بفوت إشي بالنص بكون adverb completely مثلا fluently greatly أو واحد من ظروف التكرار الصغار always often sometimes، هذولا من ظروف التكرار فممكن يفوتوا بالنص، ماشي الحال؟ الأصل don't doesn't didn't وراها infinitive verb، ما بفوت بينهم إشي إلا الأدفيرب. الشغلة الثانية أفعال do لما تكون للسؤال do does did، بسأل فيهم. كيف إحنا بنسأل؟ عادة بنسأل بنسأل بواحد من أفعال do subject وفورا الverb. إذا كان إشي قبل الverb الإشي الوحيد الممكن يكون الأدفيرب، ماشي الحال؟ فإذا هاي محددات الفعل، فإذا أنا يمكن ها شوي بصيغ محددات الفعل. التو إذا كان معناها لكي أو من أجل محدد فعل، أفعال دو don't doesn't didn't أو دو does did هذولا محددات فعل. كمان نأخذ محددات فعل ثانية، محددات الفعل كمان المودل، المودل verbs. إذا كان عندي المودل verbs طبعا لازم تكوني عارفيتهم، well, would, can, could, may, might, must, shall, should, have to, has to, had to, و be going to. هذول كلياتهم models و semi models. هذول المودلز لازم وراهم فعل، فإذا ما دام لازم وراهم فعل فإذا هذول محددات فعل. شفتيهم لازم فعل. هون مثلا all people should contribute، فطبيعي بده يجي وراها فعل. كمان هون is going to advertise وراها فعل، أوكي؟ فهذولا من محددات الفعل. إذا لحتى الآن شو محددات الفعل؟ التو اللي هي معناها لكي أو من أجل، وكمان الأفعال دو وأفعال المودلز. خلينا نشوف كمان هسا ممكن الفعل طبعا وين بيجيني؟ at the beginning of the commandment sentence. إذا كانت عندي جملة أمر أول إشي بالجملة بكون عندي فعل. كيف بعرف إنه هذا فعل؟ مش إحنا دائما متعودين بالجمل العادية إنه subject بعدين verb، لكن جمل الأمر عادة بالبداية بكون عندي verb، يعني أنا ببدأ فيها بالverb، ماشي؟ جملة الأمر. فإذا هي بتكون الفعل لو جيت اطلعتي عادة بكون وراها adverb، بكون وراء برر فعل adverb أو بكون object أو بكون جار ومجرور، أوكي؟ فإذا behave well، تصرف بشكل جيد، apply for the job، تقدم بطلب لهاي الوظيفة، ماشي؟ كمان من محددات الفعل ممكن أجي أحكيك الفعل بيجي بعد أفعال have، بعد have has had، have has had بيجي وراهم verb 3، يعني I have accepted مثلا have وراها verb 3. بدك تيجي تحكي لي ممكن مدام محددات فعل هل بجوز انه تيجي الادفيرب بالنص مدام محدد فعل وراها فعل؟ طبعا ممكن يجي بالنص ادفيرب بين محدد الفعل والفعل. شو محددات الفعل؟ بدي ارجع اراجعهم معاكي. التو افعال دو don't doesn't didn't او دو does did اذا كانت بحال السؤال، المودل فيربس والافعال هاف.
أفعال be كمان من محددات الفعل، يعني is, am, are, was, were، مش بيجي وراهم verb، إما verb ing أو verb 3، هذول كمان من محددات الفعل. بدك تحكي ليش أنا ما كتبتهم هون؟ أنا ما كتبتهم لأنهم أفعال إحنا بناخذهم من يعني زي قاعدة الأدجكتيف، نفس الإشي، لأنه أفعال بيجي وراهم إما verb 3 أو verb ing، صح؟ مش هيك حكينا؟ فلما أجي أحكي لك أنا عندي فعل واحد من أفعال بي وراء أدجكتيف، مثلا على سبيل المثال أنا لما أجي أحكي لك he is highly qualified، ما هي qualified verb 3 صح ولا لا؟ فأنت ممكن تيجي تطلع عليها نظرة، تيجي تحكي is وراها verb 3 اللي هي صيغة الباسف، مع أنه هنا هي أنا عندي هون adjective. أوكي؟ يعني لما أجي أحكي لك activities are challenging، فآر هي فعل رئيسي وعندك challenging adjective، أو ممكن تيجي تحكي إنها verb ing، لكن إحنا ما بنتطلع هون على grammar، إحنا قاعدين بنتطلع على derivation. فأنا بالنسبة لي الverb ing والverb 3 بعتبره أنا adjective أصلا تلقائيا. was amused كمان أنت ممكن تيجي تحكي لها صيغة passive، everybody was amused، فممكن أنت تيجي تحكي إنهم هيك بالصيغة هاي، ممكن تيجي تحكي لي إنه لا هم أصلاً أفعال بي وراهم verb 3 أو verb ing أصلاً adjective. أوكي؟ فإذا أفعال بي كمان هم من محددات الفعل. فإذا شو محددات الفعل؟ محددات الفعل اللي هي الأفعال المساعدة، اللي هي الأربع أنواع، أفعال do، أفعال have، أفعال المودلز، وأفعال بي. الأربع أنواع هاي وراها على طول بده يكون أفعال، ما بفصل بينهم وبين الفعل إشي إلا الأدفرب. يعني أنا هنا I have accepted، صح؟ بقدر أحكي لك I have completely accepted the offer. She has succeeded، ممكن أجي أحكيك She has really succeeded. أوكي؟ فإذا في النص بقدر أحط الأدفرب، الأصل إنهم هم وراهم verb 3. النوع الرابع اللي بدنا نحكي عنه الأدفرب، الظرف. الأدفرب أنت بتعرفي اللي هو عادة كلمات بتنتهي بالواي، إذا كانت كلمات أي كلمات تنتهي بالواي أدفرب. في عندنا كمان في عندي الكلمة الأدفربز أوف فريكوانسي، لا ننساهم. حكينا إحنا عندنا always، في عندي often، sometimes، هدول الكلمات أصلاً هم أدفربز، فعادي يعني زيهم زي الأدفرب هذا، الأشياء بدنا نحكيهم مطبقة عليهم، ماشي الحال. خلينا نشوف الأدفرب وين مكانه. الظرف، قبل ما أحكي لك وين مكانه بدي أحكي لك معلومة عامة عن الظرف. الأدفرب عبارة عن شيء بيكون بالجملة، إذا كان بالجملة بعطيها معنى جديد أو معنى أدق مثلا أو معنى محدد بدي إياه، لكن إذا شلته من الجملة بتظل هالجملة صح، ماشي؟ فهو بتحسي إنه الأدفرب زائد على الجملة، ماشي؟ طلع عليه. Number one، the adverb is used after the intransitive verb، نستخدمه بعد الفعل اللازم. شو يعني الفعل اللازم؟ في إشي ما بده مفعول به، يعني بيكتمل معنى الجملة بدون مفعول به. لما أجي أحكيك they waited، انتظروا، جملة صحيحة، they waited at the bus stop، انتظروا في محطة الباص. هسا حطينا impatiently بعد الفعل اللازم، أوكي؟ فأنا they waited، لو حكيت they waited at the bus stop صحيحة، they waited impatiently at the bus stop، فوين إجا؟ بعد الفعل اللازم. She quit unexpectedly، بعد الفعل اللازم. كمان the adverb is used after the object if the verb is transitive، متى بيجي بعد المفعول به؟ إذا كان الفعل متعدي يعني إله مفعول به. She speaks three languages، أصلا لعند هون خلص اكتمل المعنى، لكن حطيت fluently أعطتني معنى أدق. She speaks three languages fluently، subject verb object، إجا هنا الأدفرب بعد الأوبجكت. شفتي إذن المكان الثاني إله؟ Number three، the adverb is used before the verb، ممكن يجي قبل الفعل حتى، مش انت بتعرف الجملة subject verb، فلو ايجا فات اشي بالنص قبل الفعل فاذا بده يكون verb. فاذا حكينا هون بالاول بعد الفعل اول استخدام، هون بنرجع نحكيك ممكن قبل الفعل كمان. they seriously deal with such affairs، فاذا كمان قبل الفعل ممكن يتواجد.
كمان the adverb is used at the beginning of the sentence and followed with a comma. ممكن يكون بداية الجملة ومتبوع بفاصلة. يعني إذا شفتي أي كلمة متبوعة بفاصلة بداية الجملة عرفي إنها adverb 100%. Luckily وكملنا الجملة. The subject completed the project on time. The subject completed verb. The project اللي هي object وفي عندك on time اللي هي تكملة الجملة. Fortunately اللي هي adverb. Few students subject got verb low marks اللي هي object. فإذا لاحظي إنها إجت تيجي كأنها زائدة في الجملة. كمان من استخدامات الادفيرب اللي حكينا عنهم وحكينا كمان مهمة before the adjective. قلت لك بتفوت على قاعدة الصفة. يعني هي دائما الادفيرب يعني إشي في الجملة بتحس before the adjective. The industry is heavily dependent. لو جينا اطلعنا على هاي الجملة the industry subject is main verb heavily adverb independent adjective. اتفقنا على إشي مهم جدا هنا إنه لما أجي أحكيك before the adjective إذا هو الأدفيرب فات على قاعة الأدجكتيف. شو قاعة الأدجكتيف الأساسية؟ إنه يكون عندي subject واحد من أفعال بي فعل الرئيسي ويكون عندي adjective. فالأدفيرب لما يفوت عليها بفوت قبل الأدجكتيف. فعندك هون heavily independent. Her dress is absolutely marvelous. فإذا نفس الإشي إجت عندي هون her dress subject is main verb absolutely adverb وفي عندك marvelous اللي هي adjective. فهاي كمان نقطة مهم انتبهي لها بفوت على قاعدة adjective زي ما بفوت على باقي أجزاء الجملة قبل الفعل بعد الفعل قبل الفعل بعد الobject ممكن بداية الجملة بعدي فاصلة. وهنا حكينا قبل الأدجكتيف. آخر نقطة جدا مهمة اللي هي استخدام الأدفيرب. The adverb comes between the two parts of the verb. بيجي بين أجزاء الفعل الجزئين الفعل. شو يعني أجزاء الفعل؟ شو يعني أنا ما أجي أحكيك أجزاء فعل معناها محدد فعل وفعل. هيك أجزاء الفعل محدد فعل فعل زي ما إحنا بنحكيها في الجرامر بنحكيها الأوكسيليري فيرب بالفعل المساعد والفعل الرئيسي. بينما بالإشتقاق إحنا نفسها بنحكيها محدد فعل وفعل. يعني أفعال المودلز مع الانفينيتيف فيرب. ما أجي أحكي لك أفعال دو مع الانفينيتيف فيرب. أفعال هاف مع فيرب ثري. وإذا كان عندي إز أم آر واز وير مع فيرب أي إن جي أو فيرب ثري. إذا شو هم الأجزاء الفعل الأربعة؟ أفعال دو والمودلز والهاف والأفعال بي. اطلعي لي على الأمثلة اللي معطيك إياهم. معطيك أربع أمثلة على كل واحد مثال. هي doesn't necessarily mean. doesn't شو وراها بيجي؟ verb. هاي الverb بعد الفراغ. دائما طلعي قبل الفراغ بعد الفراغ. doesn't واحد من أفعال دو وراها الحمد لله وراها infinitive verb اللي هي mean. فإذا بالنص الإشي الوحيد اللي ممكن يفوت بالنص اللي هي الأدفيرب. You shouldn't independently have done. نفس الإشي shouldn't model وراها الأصل verb have done اللي هي كانت عندنا have verb 3 المهم عندي verb. فإذا بالنص إجات الأدفيرب. The house is completely damaged. Is واحد من أفعال بي إجا وراها verb 3. إحنا حكينا is لازم وراها إما verb 3 أو verb ing. فإذا في النص إجت completely adverb. They have completely damaged. Have مش وراها damaged verb 3 فإجت عندي completely adverb. فإذا شفتي وين تيجي بين أجزاء الفعل. That's it. يعني بس بدها دراسة لمرة بإتقان وتكون عارف النهايات وعارف الكلمات اللي موجودة عندك بالكتاب وإن شاء الله بتكوني perfect في الderivation. نمشي أنا وياك بأسئلة الوزارة نحلهم ونتدرب بالمرة على الاشتقاق من خلال أسئلة الوزارة. طلعي لي على الامتحان التكميلي 2019. يلا. ماجد has passed the final exams. طلعي قبل الفراغ بعد الفراغ. طلعي كيف النظرة قبل الفراغ بعد الفراغ. عندك has بعدين عندك هون verb 3. هذول جزئين الفعل. فإذا شو النص بيجي؟ هسه لساتنا حكيناها بيجي الأدفيرب. مدام has وverb 3 ففي النص بدي adverb. فإذا successfully اللي هي عندك ال واي اللي آخرها
الواي. She has successfully passed. كمان طلعي لي على نمبر 2. إذا هنا بده يكون عندي successfully. Experts have proved that exercise is good for. For شو اتفقنا؟ For محدد اسم، لأنه أنا عندي هنا preposition حرف جر. بتطلع وين الاسم في هذول، حتى لو مش حافظة كلمات الاشتقاق ترى تعرفيها من النهاية. أنا عندي وين الناون هنا اللي هي concentration. Concentration زي ما أنت شايفيتها اللي هي عندك الناون. Students to receive their results very soon. Students subject to receive to وراها infinitive verb. شو ناقصة هنا verb؟ لأنه أصلا يعني إحنا بدنا verb عشان إنه يكون عندي to infinitive. فإذا expect. Number 4 is one side of the brain more than. دائما more وذان بالنص بينهم adjective. وين adjective في هذولا؟ الإشي اللي آخره أنت. it verb. أنس noun. الواي adverb. فإذا أنت اللي هي adjective. شوف ما أسهلهم. وطبعا تعرف إنه الأربع جمل هذولا كان عليهم 20 علامة، يعني مش قليل علامات الاشتقاق. كمان that was the most confidence. دائما the most بده يكون عندك adjective لأنه أنا عندي هنا كمان noun. فإذا وين الadjective اللي هي successful. The of محددين اسم، بين محددين الاسم دائما اسم. وين الnoun اللي هي هيها production ليش الأخر شن. Our national team is to compete. فإذا بعرف أنا عندي واحد من أفعال بي، شو الأصل وراء؟ اتفقنا إنه كل اللي قبله subject وفعل بي وفعل رئيسي. فإذا ممكن أجي أحكيك وراء adjective هاي شغلة، وممكن أجي أحكي إنه صيغة passive على أساس إنه عندي verb 3. فإذا qualified is qualified to compete. The of نرجع نحكي بين the والof محددين الاسم، شو بدي؟ بدي اسم. وين الاسم في هذولا؟ عندك هاي verb وهان discovery noun discoverable adjective. فإذا أنا بدي noun discovery. The prices of certain items are not in some shops. طبعا النط وكأنها موجودة ولا مش موجودة شيء يعني نهائي ما له علاقة بالderivation. أنا عندي كل اللي قبليها subject صح، كل اللي قبل R subject لأنها هي الفعل الرئيسي، ال R main verb أو R not عادي يعني هي R أو R not نفس الإشي اللي هي main verb. وبعد الفراغ عندي in some shops جار ومجرور. شو اللي بدي القاعدة اللي هنا؟ ما يكون عندي subject و main verb في verb B. فإذا أنا بدي adjective. فإذا negotiable بعرفها من الأبل اللي بالآخر لأنه 8 verb ال Y adverb شن noun. فأنا بدي قبل adjective. The training course will you for a better job. will model بدها وراها infinitive verb. فأكيد بتطلع بعد الفراغ بس تأكد فيش عندي infinitive verb. فإذا أكيد بدي infinitive verb اللي هي qualify. The recycling project has been carried out. has been واحد من أفعال بي has been طبعا إجا في ال perfect has been وعندي carried verb 3. إيش الإشي اللي بدي يجي بالنص بين شقين الفعل اللي هي adverb successfully. the of تلقائية بدون ما تكمل قراءة الجملة محددين اسم، ففي النص بدي اسم اللي هي invention من الشن عرفتيها. Many doctors believe that. دائما لما تكون عندك ذات في نص الجملة هيك بالشكل هذا بتكون عندك بدايتها جملة جديدة. لأنه عندنا لما أخذنا في قاعدة الimpersonal passive تعرفي أنت إنه في عندك believe that say that بتكون وراها subject to verb. فإذا
ذات وراها ناون بده يكون سبجكت فيرب. فاذا وين الناون هنا اللي هي ريبيتيشن. Your mail has been sent. نفس الفكرة اللي اجت قبل شوي. انت عندك هون هيها نفس هاي اجت هسه has been وسنت اللي هي عندك perfect و has been, وفي عندك هون verb 3 ليش اللي بفصل بينهم اللي هي الادفرب. Doctors a balanced diet. Doctors subject a balanced, مبين من ال a محدد الاسم, وهاي اذا هون noun object subject و object. شو بدي؟ بدي verb recommend. Maha shows great for her new job. هسا شو مها subject chose verb great adjective for her. ما دام عندي حرف جر خلاص انتهت الجملة, جار ومجرور مش راح تفيدني نهائيا بالاشتقاق. great اللي هي adjective, فاذا بدي noun. وين الناون هنا اللي هي هاي؟ اوكي subject verb اجا كلمتين adjective noun. ودائما الجار والمجرور لما تكون بعد الفراغ لا محل لها من الاشتقاق, يعني شو راح تفيدك هيك قصدي لا محل لها من الاشتقاق. Our national team is now well for the second. نفس الاشي عند for خلص ولا كأنها موجودة, جار ومجرور لا محل لها من الاشتقاق. هسا is فعل رئيسي واللي قبليها كلياتها subject. بدك تتوقعي انت انه يكون بعديها adjective ما انه فعل رئيسي. اجت عندي now adverb well adverb طلعي, فاذا على طول بدي وين الadjective اللي هي qualified لانه عندي adverb بعديها اجا adjective. With children it's important to the right, وكملنا the right balance اللي هي noun. It is important to, دائما بعد important to بدي verb, فإذا to achieve, it's important to achieve. It's easy to study, it's difficult to stop. Okay, لما أجي أحكي لك it is adjective وكون عندي to هنا بكون بدي infinitive verb. كريم wasn't able to speak Spanish. كريم subject, wasn't able to اللي هي المين verb, speak اللي هي الفيرب, wasn't able to speak اللي هي الفيرب, Spanish object شو صفة الجملة بدها, لأنه أنا عندي هون till هي till أو until هاي أداة ربط زي كيف and زي كيف because بعضون ربط until معناها حتى أو till معناها حتى, فهي جملة جديدة. فأنا الجملة هنا subject وverb وobject شو ظل بدها؟ ما بدها إشي, فإشي زائد على الجملة اللي هي fluently الadverb. Would you like to do an or a conventional أو vocational, هي غلط vocational الأصل vocational course. نرجع للجملة هسا. Would you like to do an or a course؟ لما أجي أطلع an محدد اسم صح؟ بعد ال or انتبهي لها هي و and. هسا or أو كيف and حرف عطف؟ اتفقنا and حرف عطف و or زيها نفس المعاملة. شو يعني؟ يعني اللي قبليها واللي بعديها نفس الإشي ماشي الحال. أعطاني محدد اسم فراغ بعدين or محدد اسم, لكن اعطاني كلمتين. انتبهي محدد اسم فراغ or محدد اسم كلمتين مش كلمة واحدة. لو كانت كلمة واحدة بدها تكون noun صح ولا لا؟ فانا بدي احكي لك هون noun لو كانت كلمة واحدة, لكن اعطاني كلمتين or محدد اسم فراغ or محدد اسم كلمتين. الكلمة الاولى adjective والثانية noun ماشي الحال. دائما or زي and, اللي قبليها واللي بعديها نفس الإشي vocational adjective. فإذا أنا بدي academic adjective ماشي an academic or a vocational course. لاحظتي أنت محدد الاسم إيش عندي قبل الصفة
لأنه بعديها اسم، وهنا هاي صفة وهاي اسم، فكانت أور زي حرف العطف، اللي قبليها واللي بعديها نفس الإشي، والثنتين أكاديميك وفوكيشنال صفات لهذا الاسم، وحطينا أ وآن، حطينا آن هنا وآ هنا عشان في عندي هون اسم، فالناون اللي هي كورس ناون صح؟ ما دامت هاي ناون اللي قبليها الثنتين صفات إلها، أوكي؟ فإذا عندي أكاديميك. Rami closed his eyes and tried to الأفعال اللي وراهم to infinitive to concentrate. Language is becoming an important requirement. Language is الفعل الرئيسي، ماشي الحال. هسا لو اجينا اطلعنا عليها، انا عندي language noun، يعني طول انت قبل الفعل وانا عندي subject، اوكي؟ السبجكت اللي قبل الفعل بده يكون اسم، لكن إجا عندي كلمتين، الأصل أدجكتيف وناون أو ناون وناون، إجت المهم دائما ثاني كلمة هي ناون، إجت عندي لانجويج ناون، فأنا على كل الأحوال بدي ناون هنا. أنا بروفيشنت بدي أشتق منها بحط بروفيشنسي، بروفيشنسي أوكي، فأنا حطيت هنا ناون language proficiency لأنها في موقع subject، إجت عندي compound noun اسم مركب على كل الأحوال، حتى لو كانت هاي adjective أو كانت noun، الكلمة الثانية دائما noun. My grandfather often tells us about what he did in his محدد اسم، فإذا yes. All olives which are grown are واحد من أفعال بي، grown verb 3، فإذا شو بالنص بده يكون؟ بده يكون عندي adverb، شو ما كانت الكلمة بده يكون عندي بالنص adverb، لأنه عندي are فعل بي وهنا verb 3، and محدد اسم و of محدد اسم، فإذا هنا noun. يلا نكمل 2016 نشوف. كريم is a journalist، a محدد اسم، journalist noun، فإذا شو بدي هنا؟ adjective، عندي qualification، فإذا بحكي qualified journalist. انتو عندكم ضع دائرة فبكون أسهل الوضع. Doing lots of exercise won't keep you healthy if you don't eat food. Don't eat verb. Food object اللي هي noun. فأنا عندي الناون، شو الإشي اللي ممكن نسبقه؟ ما دامت هاي verb وعندي على طول وراها noun، الإشي اللي ممكن نسبقه اللي هي adjective nutritious، ده تكون عندي هنا adjective. نكمل. services mostly travel and tourism كلياتها subject لحتى الآن. the majority of our economy، ما دام ذا عندي هنا محدد اسم فإذا هاي object، فكل اللي قبل subject وهاي كل لياتها object، فشو صفت بدي هنا؟ verb. dominant الverb منها dominate. خالد is a very and adaptable worker. a very انت بتعرفي الآ محدد اسم، very بده يجي وراها adjective، دائما هي لما تكون هيك بالشكل هذا محدد اسم وvery بكون adjective وراها. and adaptable worker نفس اللي قبل شوي مثال مر معانا، adaptable adjective، worker noun، فإذا اللي قبل هنا لازم يكون adjective. a very competent، طبعا هاي competence اللي محطوطة، competent adjective and adaptable worker noun. دائما انتبهي ل and و or اللي قبلها واللي بعدها نفس الاشي. the system محدد اسم وعندي هنا system اسم، ولو ما عرفتيها اسم مش عندك must be verb، إذا محدد اسم في عندك كلمتين بشكل subject، الكلمتين تكون adjective وnoun، فإذا educational system. ولو حطناها هنا، طبعا حكينا احنا هنا لو حتى كانت the education system كمان صحيحة، بتكون compound noun، أو كانت educational system adjective وnoun صحيحة. Jordan has a of a و of محددين اسم، ففي النص اسم اللي هي reputation. many candy advertisements are
usually presented in an manner. An محدد اسم، manner نفرض انك ما عرفتيها، مش ان محدد اسم كمان، بين محددين الاسم كلمة واحدة اسم، فلما يجوا كلمتين adjective وnoun، فأنا هون بدي adjective، من attract ال adjective attractive. كمان markets have different types of food which are prepared. في عندك هون prepared verb 3 are، واحد من أفعال بي prepared verb 3، ففي النص بده يكون عندك adverb اللي هي artificially. The newly constructed projects use recycled water which helps the of، the وال of بينهم noun اللي هي sustainability. في عندك هون the most writers، على طول the most adjective noun، اوكي اللي هي influential. ننتبه لل اصلا للكلمات الموجودات كلهم في الكتاب عندكم. في عندي هون the source of preposition حرف جر، فإذا أكيد noun creation. Then customers can model، فإذا بدها verb. Another way of saying that something could be successful is to say it is، على طول it subject، is المين verb، فإذا بدي adjective اللي هي viable. Artists usually meet to discuss ideas and each other's work. بتطلع دائما، قلتيك ما تشوفي and أو or، تطلعي قبل وبعد. هسا أنا اللي بدي إياه اللي بعدها، فبتطلع اللي قبلها، ما بتطلع بس على كلمة، بتطلع أنا شو وراها. أنا عندي هنا شغلتين، أنا كانت عندي كلمة وكمان each other's work، كمان كلمة مع noun، في عندي إشي مع noun. هنا كمان meet to discuss verb مع ideas noun، مدام verb و noun فإذا بدي verb و noun. To discuss ideas and criticize، أنا بدي هاي الverb عشان تيجي مع each other's work. عرفتي كيف؟ ما تروحي بسرعة and or، طلعي قبلها وبعدها. عندي هون لو كانت فراغ واحد بهش بحكي لك ideas noun، فأنا هون بدي noun، لكن لا عندي شغلتين، ما دام شغلتين هون زي الشغلتين اللي هون. اوكي discuss ideas اذا criticize each other's work. ماذا بهاز a as a fascinating place to visit، فاذا a محدد اسم، as a fascinating يعني بعد as اشي جديد، يعني بده يعطيني، اعطاني اياها adjective وكمل لي اياها adjective وnoun، فاذا من عند as a محدد اسم، فاذا انا بدي noun اللي هي reputation. أن محدد اسم، letter اسم، ولو ما عرفتيها في عندك from اللي هي preposition حرف جر، بين محددين الاسم كلمتين adjective noun، فإذا أن appreciation، طلع علي بطلع عليها أن محدد اسم، مش الأصل، مش عندي هون noun وكون وهون عندي محدد اسم، بين محددين الاسم اتفقنا إنه لو كانوا كلمتين adjective noun بتطلع، فيش في الخيارات adjective، فشو الخيار؟ بده يكون noun وnoun. ما أنا قلت لك إنه ممكن يكون عندي إشي اسمه compound noun، فإذا appreciation letter يعني ما في بديل، يا إما adjective noun يا إما noun وnoun. أوكي منال always presents her work، نفس الإشي، her محدد اسم، work اسم، ولو ما عرفتيها اسم مش her محدد اسم وn preposition حرف جر، فإذا محددين اسم بينهم كلمتين adjective noun. أوكي work تخافي إنه أنت تحتاري تفكريها verb، لا طوله هي بين محددين اسم فهي noun، ماشي، فإذا بدي adjective اللي هي creative. That's it. بتقدر تحلي باقي التمارين كمان الموجودات بورقة العمل. Thank you very much.